انطلاقة شوط المهجنات الأصايل مع أشواط السرعة ومع مسافات ومسارات الستة كيلومترات. نتواصل مع انطلاقة هذه المنافسة الجديدة. أفاقها وحدودها سيارة كجائزة عينية رصدت للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة بداية من المركز الثاني وانتهاء بالمركز العاشر. ننطلق إذن مع بداية هذه المنافسة. نتواصل مع العنود من تحتل المركز الأول، من تنطلق بشعار محمد بن ناصر بن دلموك المري هو من يتواجد مع العنود وينطلق في صدارة هذا التحدي. المركز الثاني الشاهينية هي من تحتل المركز الثاني لسيد خالد بن سعيد الكليلي هو من يتواجد مع المركز الثاني، بينما ثالثا نتابع مراسيل من تتواجد أيضا مراسيل في المركز الثالث لمحمد بن ثاني السويدي هو من يدفع بمراسيل في هذا الشوط. المركز الرابع جلمودة مسعود بن طحنون الهاجري هو من يتواجد مع جلمودة أو سعيد بن حزيم علي بن سعيد بن حزيم العويسي هو من يتواجد مع المركز الرابع. الآن الدور دور المركز الخامس، أتابع المركز الخامس وهنا سودة للسيد شاهين بن خلفان المزروعي يتواجد مع سودة وتنطلق سودة الآن إلى المركز الرابع. المركز الخامس جلمودة أيضا هي من تحتل المركز الخامس الآن للسيد علي بن حزيم العويسي، والدور دور المركز السادس. المركز السادس الشاهينية للسيد محمد بن علي بن هزيم المسافري، والنقلة والانتقالة على المركز السابع. أشوف هني براقة محمد بن جمعة النابودة هو من يتواجد مع براقة في المركز السابع، والنقلة على المركز الثامن. نجدة وصلت مع الدكتور علي بن سلطان محمد بن علي بن سلطان بن رشيد هو من يتواجد مع نجدة. المركز الثامن الآن، المركز الثامن نتواصل مع انطلاقة صالح بن حمد القمر الذي يتواجد مع قمة في ثامن المراكز، والدور دور المركز التاسع. المركز التاسع وصلت العقدة، وصلت مع ناصر بن عبد الله المسند هي من تتواجد في المركز التاسع، بينما المركز العاشر يأتي التواصل مع وزن لسيد صالح بن حمد القمر المري. ها هي النتيجة إذن للمراكز العشرة الأولى المتقدمة بتقدم وبانطلاقة العنود. العنود إذن هي من تقود سرب المشاركات وتحتل المركز الأول بشعار مالكها الذي دفع بها في هذا التحدي محمد بن ناصر بن حمد بن دلموك. إذن محمد بن ناصر بن دلموك هو من ينطلق ويندفع في المركز الأول مع العنود. إذن هناك بن دلموك يتواصل مع العنود وينطلق مع هذا التحدي، ويريد أن يحقق سيارة هذا الشوط مع انطلاقات العنود المعروفة والمشهورة أيضا بانطلاقاتها السريعة في شوط السرعة. نتابع المركز الثاني، انطلق مع المركز الثاني ونرى من تتواجد في المركز الثاني الشاهينية لخالد بن سعيد الكليلي، والدور دور المركز الثالث ومراسيل بدأت في إرسال إشارات للمتنافسين بأنها موجودة، رسائل تحذيرية، رسائل أيضا تؤكد على أنها واحدة من أبرز المنافسات وواحدة من أبرز المرشحات. نعم كفتها مليئة بالترشيحات، هي مراسيل وتعود مكية مراسيل لمحمد بن ثاني السويدي. النقلة على المركز الثالث أو الرابع، نجدة، نجدة تحتل المركز الرابع للسيد محمد أو علي بن خليفة الرميثي. نعم علي بن خليفة الرميثي وصل، وصل علي بن خليفة الرميثي. يلا يا الرميثي، يلا يا أبو محمد، يلا يلا، تواصل تواصل مع هذا الانطلاق. والعقدة وصلت الآن، صاحبة سيارة في المونديال وصلت الآن وتسللت العقدة لتشكل العقدة والعقدة لكل المتنافسين. ها هي تسير تحث الخطى، تنطلق وتندفع، وصلت إلى المركز الرابع الآن. ناصر بن
عبد الله المسند ينطلق مع العقده الان وتمر العقده الى المركز الرابع. ونعم هي واحده من الاسماء التي تصب في مصلحتها الترشيحات. المركز الخامس نجده علي بن خليفه الرميثي ينطلق مع نجده في المركز الخامس الآن. المركز السادس براقة للسيد محمد بن جمعة النابودة، بينما سابعا أتابع هناك الانطلاق مع الشاهينية لمحمد بن علي بن هزيم المسافري. والدور دور المركز الثامن، وصلت قمة للسيد صالح بن حمد القمرة بقيادة حمد بن محمد بن جهوي. للمركز التاسع الله جلمودة هي من تحتل المركز التاسع للسيد علي بن سعيد بن حزيمي العويسي. والمركز العاشر التواصل يأتي مع سودة لشاهين بن خلفان المزروعي، ويأتي عليها التسلل من وزن لصالح بن حمد القمرة. هذا هو شعار حفلة إذن يتدخل على المركز العاشر. ولكن نعود إلى الأسماء التي رشحت، إلى الأسماء التي بدأت الآن تنطلق، هي مراسيل والعقدة. نعم أسماء ذكرنا بأنها مرشحة لانتزاع ناموس هذا الشوط، لانتزاع سيارة هذا الشوط. مراسيل بدأت الآن في مراسلاتها مع الناموس، بدأت في بعث رسائل الله، رسائل الأصالة مع مراسيل. يا سلام يا محمد يا بثاني السويدي المتواصل مع تواصل مراسيل يراسلها على المقدمة. ما أجمل المراسلة مع المركز الأول يا بن ثاني السويدي. يا محمد حافظ على هذا الأداء. التحركات الآن بدأت من شعار عملاق شعار النابودة الذي يتقدم مع تقدم براقة. تقدمت الآن وخطفت المقدمة، انطلقت براقة إذن إلى المركز الأول. وفي المركز الثاني العقدة 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 العقدة، ناصر بن عبد الله المسند ينطلق مع العقدة في المركز الثاني. المركز الثالث قمة، وصلت لقمة هذا الشوط في قمة عطائها في قمة جهوزيتها. الله صالح بن حمد القمرة ينطلق مع قمة في المركز الثاني، يريد أن يكون على قمة هذا الشوط. المركز الثالث العقدة لناصر بن عبد الله المسند، ونجدة وصلت الآن لعلي بن خليفة الرميثي في المركز الرابع. ولكن المقدمة ما زالت مع براقة وقمة في المركز الثاني. 800 متر الأخيرة ما بين قمة وبراقة والعقدة ونجدة أيضا. يا سلام الله 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 النابودة والمسند، ولكن العقدة العقدة على المركز الأول. مشاهدين الكرام تطمح أو قمة لصالح بن حمد القمرة. نعم قمة، وهي بالفعل على قمة هذا الشوط. أداوها قمة الله. قمة على قمة يا القمرة، قمة على قمة وقمة على قمة يا بن جهويل. ما شاء الله تبارك الله، أعلنت المغادرة بناموس هذا الشوط مباشرة من المرموم، مباشرة من المرموم إلى الشحانية. يا سلام. وتحرك البرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري مع الشحانية في المركز الثاني. ولكن هناك قمة والناموس شحاني. بنقول عند بن عقيل ولا عند القمرة؟ في كلتا الحالتين. الله الله الشحانية وصلت، البرنس وصل يا القمرة، البرنس وصل مع الشحانية. الشحانية الله 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 الله. قمة الشحانية، قمة الشحانية، البرنس وقمة. يا سلام يا سلام يا سلام. بنقول المنافسة في لحظات الإعادة ما بين بن قمرة وبن عقيل. المركز الثالث كان من نصيب جلمودة للسيد سعيد علي بن سعيد بن حزيمي العويسي. المركز الرابع لسيد علي بن خليفة الرميثي اللي هي نجدة. والمركز الخامس وحتى المركز العاشر عند التحكيم. مشاهدينا الكرام نعود الآن إلى الصراع القوي والتحدي ما بين البرنس وما بين السندباد، ومنافسة قطرية 100% بالفعل. ولكن إذا التحكيم صعب نحيله إلى لجنة التحكيم، لأن الدخول كان قويا وجماعيا ما بين الشحانية لجار الله بن عقيل وما بين أيضا قمة. ولكن التوقيت الزمني 9:21، 6 أجزاء من الثانية. إذا بنقول الناموس مكرر هنا ما بين الشحانية وما بين قمة. الشحانية جار الله بن عقيل وقمة صالح بن حمد القمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الأعزاء.